وافق مجلس الشورى خلال جلسته برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، وذلك وفقا للتقرير الذي أعدته لجنة الخدمات. وانتقل المجلس إلى مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي والموافقة عليه. ويتألف مشروع القانون من 6 أبواب يسبقها باب تمهيدي تنطوي على 82 مادة. تناولت صندوق الضمان الصحي من حيث إنشاء الصندوق ومهامه وصلاحياته وإدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي والخدمات الصحية في الضمان الإلزامي. وأوضحت لجنة الخدمات في تقريرها بشأن مشروع القانون بأنه يتضمن الأحكام التي تؤدي إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي وإلى تحسين وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية من خلال توفير أكبر قدر للمنافسة بين مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص. الحقيقة نشكر مجلس الشورى الحقيقة على تعاونه في إقرار مشروع الضمان الصحي، وهو الحقيقة مشروع اللي يعني مستقبل الصحة في البحرين، اللي بيغير شكل الصحة في البحرين ويحولها إلى مجال أكثر دقة وأكثر يعني استجابة للمواطنين. ونشكر أيضا مجلس النواب اللي أيضا كان استجابته جيدة في من البداية، وتعاونه بعد حتى تعاون بين مجلس النواب ومجلس الشورى في التحضير لهذا الموضوع. طبعا لله الحمد أقر اليوم المجلس قانون الضمان الصحي. هذا القانون طبعا يعتبر بصمة أو نقلة نوعية في تجويد الخدمات الصحية المقدمة لسكان البحرين. طبعا في هذا القانون يعني راح يتيح للمواطن انه يختار طبيبه ويختار المؤسسة الصحية اللي يرتاح لها. كذلك هذا القانون او نص هذا القانون على ان يعامل ثلاث فئات، يعني معاملة المواطن